مساءكم خير. واحنا بنتكلم عن الأزمة المزمنة في التعليم في مصر، واحنا بنقول انها مزمنة واحنا زعلانين، لكن احنا عارفين انه التحديات اكتر بكتير من اننا نتوقع انها تخلص في سنة او اتنين او تلاتة. واحدة من التحديات الجديدة اللي برضو ما كناش واخدين بالنا منها لكن اكتشفنا انه تحدي كبير جدا عند وزارة التربية والتعليم هو نقص حاد في اعداد المعلمين. وقبل ما نقول اي كلام لازم تتخيل كده انه نسبة المعلمين لنسبة الطلبة في المدارس الفرق مرعب، وهنشارككم كمان باحصاءات النهارده، لكن خلونا نقول انه الفقره دي مش عشان نتكلم انه في قصه ازمه كبيره، احنا النهارده عايزين نتكلم عن حلول، ولانه طول الوقت مجلس النواب مش دوره بس رقابي انه يحاسب، لكن دوره كمان انه ييسر دور الحكومه ويطرح حلول واقتراحات. احنا النهارده مشرفنا سياده النائب طارق الطويل عضو لجنه التعليم مجلس النواب. مساء الخير عليك. مساء النور استكل. هدخل في الموضوع على طول. أنا عارفة أنه مجلس النواب ودكتور طارق شوقي في سجال بقاله فترة، وأنه دكتور طارق استجاب في الفترة الأخيرة لكتير جدا من الطلبات وتحديدا طلبات الإحاطة اللي كانت بشأن نقص أعداد المعلمين. قل لي بس كده اختصارا أو بسرعة كده نفهم الناس المشكلة فين؟ هي أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا وأنا اتشرفت بالبرنامج النهاردة وبسعادتك والجمهور المحترم. إحنا مش قصة مشكلة فين، إحنا عندنا عجز، وعندنا عجز في المدرسين صارخ. وعشان تعرف تحل مشكله لازم تعترف الاول ان عندي مشكله. انا عندي مشكله، عندي زيادات كثافات، عندي اعداد مدرسين قليل جدا. هل الاعداد دي او العجز اللي عندي انا الوزاره الوحيده اللي تقدر تقول لي هل ده سوء توزيع في الوزاره؟ يعني هل انا عندي سوء توزيع للمعلمين على مستوى الجمهوريه فعندي مناطق فيها اعداد زياده ومناطق فيها عجز، ولا هل انا بالفعل عندي عجز فوق ال 320 الف معلم؟ ولما انا عندي عجز هل انا قافل ليه؟ وبعدين انا برضو ما نيجي نتكلم، انا ما بتكلمش على عجز المعلم ككل، انا بتكلم على عجز الكوادر في التربيه والتعليم. طب ما انا عندي النهارده برضو عناصر معاونه زي في عمال، في اداريين، انا عندي في مدارس من غير عمال. لا خلينا في المدرسين، خلينا في المدرسين. احنا فارق معانا جدا انه يبقى بنسمع انه في مصر في 2022 في فصل كثافته مثلا 60 70 طالب وما عندوش مدرس عربي الثلاث شهور الاولى في السنه. طب ولو قلت سعادتك ان في فصل كثافته 100 و120 طالب، لا ده دي كارثه، كارثه ثانيه. انا بقصد اقول انه غير ان الشخص ده عليه عبء انه يعلم 100 طالب، هو مش موجود اصلا، مش موجود اصلا. طيب ايه الحلول اللي ممكن تطرح على الوزاره فتبقى تعمل فرق حقيقي وبسرعه؟ طيب انا لما اجي اطرح حلول اول حاجه انا عاوز اسال الوزاره على سؤال واحد بس، قصه ال 36000 معلم اللي تم اختبارهم ونجحوا في الاختبارات واتعمل لهم عقود لمده 3 شهور وبعد كده فوجئوا في الشارع، طب ليه؟ مفيش فلوس. طيب مفيش فلوس على اي اساس انا عملت المسابقه؟ وهل انا ما عنديش حصر، وده المعروف موجود ان انا عندي حصر بعدد الفصول الدراسيه اللي عندي. في كل الوزاره بالكامل بجميع محافظاتها وعدد المعلمين اللي موجودين وعدد المعلمين ده هيكفي لقد ايه وعندي عجز قد ايه. انا لازم اعترف ان انا عندي بالفعل وكل ده حصر موجود، عندنا فوق ال 320 الف عجز مدرس على مستوى الجمهوريه. عاوز حلول. انت حليت بجزء بسيط جدا، لسه كنا بنتكلم بالتطوع. طب التطوع على اساس ايه؟ لا انا قبل التطوع نفسي بس زمايلنا يحضروا لنا الاحصائيه بتاعه نسبه الطلبه الى نسبه المعلمين. انا شفت احصاء هتزعل لو ظهرت على الشاشه، هتزعل، مرعب، هتصدم الشعب المصري وهتزعله. لا وهنقدر دور المدرس، يعني اصل المدرس فعلا بطل انه قادر يشتغل في الظروف دي وانه اعداد الطلبه دي والكثافات دي قصاد كل معلم. ما هو ده اللي احنا عاوزين نقوله برضه. انا هستاذنك فيه قبل ما اتكلم على العجز، يا جماعه انا عاوز اقول للوزاره، جميع الوزارات او الناس اللي هي، انا كابن التربيه والتعليم النهارده لما احس ان وزارتي بتديني قيمتي في المكان وبتديني تقديري واحترامي مش مادي بس، مادي وادبي وكل ده، حتى هبقى شغال في الوزاره وانا بدي بروح. انا بقول لك معلمي مصر وانا منهم وكنت منهم، الروح بتاعتنا هبطت. اقول حاجه يعني عشان برضو ما نخليش الموضوع رومانسي بس. لا مش رومانسي. ايه الظرف اللي، لا اصل هو رومانسي بصراحه، انا بحب المدرسين قوي. يعني احنا واحنا صغيرين كده كان اهم يسالونا كده احنا صغيرين تطلع ايه، دكتور او مهندس او مدرس، يعني الثلاث شغل كانوا حلم عند ناس كتير. ايه اللي خلى المهنه دي ما تاخدش مكانها المستحق؟ او عشان ابقى سؤالي واضح، يعني ايه الظرف الملائم
اللي يخلي المعلم يعيش حياة كريمة وبالتالي يقدم خدمة كريمة للطلبة. احنا مش متوقعين ملايكة، وانا مش متوقع مدرس بياخد 1500 جنيه يبقى باله طويل وجميل وملتزم وعظيم وبيطور من نفسه، مستحيل طبعا. ايه الظرف، ايه الحاجة اللي احنا نتمناها للمدرس في مصر في 2022؟ بتمنى له ان يعيش حياة محترمة، حياة كريمة. حد ادنى اديني رقم كده يا سيادة النائب، حد ادنى للراتب بتاعه. قول لي رقم، احنا عايزين مدرسين مصر يبقوا بياخدوا كذا ونتكلم بقى، يعني نتكلم يعني على... لا ما احنا مش هنحط حد ثابت قد ما انا بقول بص للمتغير اللي حواليك. وبص للي بعيش النهارده، انا لو عندي طفلين او ثلاثه وبعلمهم في الوقت الحالي وباكل وبشرب ورعايه صحيه ومش هديهم عنصر ترفيهي ولا 1% في حياتي، هصرف قد ايه؟ هصرف قد ايه؟ لا انا مش عاوز ترفيه، انا عايشني حياه كريمه، ان انا قدام ابني انا بقدر اصرف عليك. ما انا هتقوليش اقعد في المدرسه طول اليوم واشتغل واعمل وطور من نفسك وادرس تاني وتقدر ربي، هو نفسه لازم وأنا مش يتطور. انا اعرف مدرسين شغالين بره بعد شغله كمدرس في مهن تانيه عشان يقدر يصرف على اي على الاقل بيته. طب هو ده المدرس؟ هو ده المدرس اللي المفروض الدوله بالكامل بتقام عليه؟ هو اللي بيخرج الدكتور وبيخرج المهندس وبيخرج القاضي وبيخرج الضابط وكل الكوادر العلميه اللي خارجه في مصر خارجه من تحت ايد المدرس. طيب انا عايزه اشارك بس شويه ارقام كده، ان المدارس الحكوميه بتستوعب زياده سنويه عدد طلبه زياده عن السنه اللي فاتت من 800,000 لمليون و200، وانه في كل سنه قصاد المليون و200 طالب دخلوا في 40,000 مدرس بيخرجوا بيحالوا على المعاش معاشات. اذا مفيش حل غير انه عدد المدرسين يزيد. طب اخبار التطوع ايه؟ نتيجته حصل فيها ايه؟ ايه التطوع؟ انا يا دكتور انا بقول لحضرتك كده يا ست النائب، انا مستعده اهو على الهوا من برنامج التاسع، انا مستعده اتطوع لوزاره التربيه والتعليم بثلاث ساعات من وقتي في مدرسه قريبه مني في التجمع، انا عايزه اتطوع بثلاث ساعات. اعمل ايه؟ وانا بقول لسعادتك كتير من الشعب المصري عنده نفس الاحساس والرغبه والمسؤوليه وعنده استعداد، بس اديني الاليه اللي انت على اساسها حطيت التطوع. طب الوزاره قالت التطوع، ايه هي الاليه؟ فين الموقع اللي اقدم عليه؟ بس فين الموقع؟ لا انا النهارده لما تديني تطوع انا راجل يعني انا اسف في اللفظ، لما قلت الحصه في التطوع ب 20 جنيه او بالكلام ده يعني انت فيها اهانه شويه ليا انا. لا انا هتطوع لك مجاني افضل ما تديني قيمه ما انا يعني اسف في اللفظ اقل من تقدير. موافق حضرتك 100%، اذا قلنا تطوع فتطوع للاخر بس. وهل تتوقع انه في ناس هتقبل على ده؟ انا بقول لك متوقع، الشعب المصري في ميزه كله عارفها كويس جدا، العالم كله احنا اول ناس فاهمينها. الشعب المصري عنده انتماء لبلده حلو قوي الحمد لله، والمدرسين حتى لو ضغطت عليه وقلت له انا هشغلك فوق طاقتك او فوق النصاب القانوني اللي انت واخده عشان بتحل مشكله وعشان كذا، انا لو حسيت ان انت مقدرني اني هشتغل. هو احنا كان زمان مش كنا بناخد الحصص بتاعتنا كان ليا نصاب قانوني سي 24 او 18 وبعده بيبقى في حصص فاضيه بنكملها احنا. كان زمان عامل حاجه حلوه قوي يقول لك بعد النصاب القانوني بتاعك حصتك دي بالاجر. فكنا كلنا بنجري على ان احنا ناخد بعض نصابنا بالاجر. ليه؟ كانه اوفر تايم. بس اوفر تايم يعني انا شغاله اوفر تايم يعني. انا فين ده؟ مش موجود. طيب ده مش موجود، مش موجود طبعا. انا مش موجود. فين اللي بالاجر؟ مفيش. طيب فين التعيينات اللي انت هتعملها؟ مفيش. طيب انا بخرج معاشات بدخل ايه مكانها؟ مفيش. طب عندي عدد فصول بتزيد، ده انا عندي مشكله ثانيه. انا اعرف ان انا وعلى علم بالكلام ده واكيد الوزاره على علم فيها ان انا عندي مدارس مبنيه ومجهزه ومش عارفين يشغلها عشان ما عندناش كوادر. مش كوادر. طب انا هسال سؤال بس عشان برضو نبقى واقعيين، هو حق الرد لوزاره التربيه والتعليم ممكن تكون عندها الردود الكتير للاسئله دي، لكن عندي برضو سؤال منطقي، هو انا برضو لو قلت التطوع مين اللي يضمن لي ان المتطوع ملتزم؟ يعني خلينا نطرح اليات ممكن تخلي المتطوع يبقى موجود، المتطوع ملتزم، وطرق الرقابة، مين المتطوع ده هيكلم ولادنا عن ايه؟ مين ده؟ انا بتكلم في سن هو ده السن اللي انا ببني فيه الشخصية بتاع الطفل وبتاع المواطن المصري، السن الصغير. مين النهاردة انا كولي امر او انا كدولة، ودولة الحمد لله كان وعارفين الحروب اللي بنتحاربها من كل الاماكن في سبيل ان احنا ما نمشيش في مسارنا، اضمن منين الشخص اللي اذا حطيته على اختبارات معينه وعملت له دراسه معينه ودرسته امنيا وسلوكيا واخلاق كل ده ممكن. بعمل دراسه بيه عشان ابدا اشغله، لان انا مش هدي اي حد ادخله على ابني ابو 8 سنين و10 سنين و6 سنين. هدخل واحد انا مانيش عارف سلوكياته، وانت سعادتك عارفه وكلنا عارفين طبعًا. ان مش كلنا زي بعضنا طبعا، في ناس. فهل الوزاره لما نزلت كلمه تطوع ايه الاليات اللي حطيتها عشان تعمل للشخص ده
تحطه في المكان ده النهارده فيه اختبارات معينه، في شيء معين انا بعتمره بيه. طيب ولما اجي اديله كمتطوع، انا النهارده جاي لك مجاني، لما تيجي تاخد هتاخدها مربعات سكنيه ولا جيب لي سعادتك من التجمع زي ما انت بتقولي وانا عاوز اتطوع؟ واقول لك طب احنا عندنا عجز في المهندسين. طب انا شوفني هقدر اروح ولا لا؟ مش هقدر. مش هقدر ده حقيقي، مش هقدر. ايه اللي هيوديه؟ لا بس انا هقول لك حاجه بقى يا سياده النائب، وانا متاكده ان ده هيحصل. لو وزاره التربيه والتعليم عندها اليه حقيقيه للتطوع المجاني، انا موافقه جدا ان فكره ال 20 جنيه في الحصه دي اهانه. طبعا. لا خليني اتطوع ببلاش. لو الاليه دي واضحه هتلاقي كوادر من اساتذه ودكاتره وناس في مستوى علمي وتعليمي. احنا عندنا ناس خريجي جامعه في مصر النهارده شباب عندهم 24 سنه و 23 سنه، عندهم الفكر ده ويقدروا يدوا لك ساعات كل اسبوع. لكن اديني نظام، اديني حاجه اشتغل جواها والتزام معين، وزي ما حضرتك بتقول ويعني نطاق جغرافي. اقصد انه ده شغل كتير على الوزاره كمان انها تنظمه، بس هو ممكن مش صعب. مفيش حاجه صعبه. انا بقول لسعادتك هي القصه كلها ان انا اعترف انا كطارق النهارده واقول يا جماعه انا عندي مشكله، فاعترفت بيها. فبناء عليها هلاقي اكتر من فرد ومن جهه تقدر تساعدني في حل المشكله. لكن طول ما انا بقول انا ما عنديش مشكله او المشكله بتاعتي محلوله او انا كذا، عمره ما هتتحل. عدم الاعتراف بالمشكله عمره ما هيحلها. لكن احنا شايفين بالفعل قدامنا في عجز. فاقول لسعادتك على حاجه، ومن ضمن ضربات الحطب اللي قلتها انا قبل كده، يا جماعه انا عندي طلبه وفصول ما دخلهاش مدرسين في بعض المواد حتى الان، والترم في امتحانات. طب انا النهارده هحل بالتطوع، احل بالاجر، ارجع تاني للمدرس قصه اللي بالاجر فوق النصاب القانوني بتاعي، ليه ما رجعوش؟ طيب الحاجات دي كلها طرحت اعتقد في مجلس النواب، ايه الرد اللي تلقيتوه من دكتور طارق شوقي على كل المطالبات دي؟ يعني قول لي كده الاجنده اللي المفروض ان المجلس يتابعها مع وزاره التربيه والتعليم الفتره دي. اولا الدكتور طارق شوقي كشخصيه علميه كلها طبعا بنحترمه وبنقول له كل احترام وتقدير، او راجل صاحب فكر وكل حاجه، هي ردوده كلها انا اسف يعني ما تتماشاش معانا احنا كشعب مصري. انا صريح معاكي. ليه؟ انا لما باجي اتعامل مع بيئه معينه لازم بتعامل على اساس البيئه المحيطه ليا، وانا فكري عالي جدا بس مش هيتماشى مع البيئه اللي انا فيها، فلازم انزل ولو بجزء من المستوى بتاعي عشان اقدر اوصل لهم واخدهم معايا واطلع بيهم. ايوه. لكن طول ما في فارق، يعني الراجل بيعمل تطوير وانا اشهد بده انه مذهل. تمام. في محتوى تعليمي عظيم، ايه اللي ناقصنا؟ بما اننا النهارده بنتكلم عن المعلمين، انا بطلب منه على الهوا مباشره اعمل حوار مجتمعي مع مدرسينك اللي هم اساس وزاره التربيه والتعليم. اقعد مع المدرسين سعادتك، لان انت في فجوه بينك وبين مدرسينك في الوزاره، ودي حاجه باينه جدا واضحه. اقعد معاهم وتحاور، لو هتعمل حوار مجتمعي بين كل مدرسين في كل محافظه على حده، في كل اكتر من محافظه في قطاع مثلا بحري في القاهره الكبرى، فيه اقعد اعمل لقاء، مش شرط مع النقابات. انا بقول لسعادتك مع المعلم اسمع منه، ما يمكن تاخد منه فكره جديده. خد منه فكره جديده رايق. يعني انا اسف انا لسه بقول لسعادتك، الشعب المصري النهارده سبب نجاح السيد رئيس الجمهوريه ان الشعب المصري حس بيه وحس ان معاه رئيس بيحنوا عليه، رئيس عطوف، رئيس بالفعل عاوز يعمل حاجه للشعب، فالناس وقفت معاه، وده سبب نجاح رئيسي ان انا احس بيك ان انت بالفعل واقف في ظهري. يعني سامحني يا سياده النائب، دي اجابه برضو عامه. دكتور طارق شوقي وعد بايه؟ ايه اللي انتوا بتراقبوه؟ ايه اللي انتم منتظرينه انه يحصل تحديدا؟ خلينا ناخد خطوه خطوه. في ملف ال 36,000 معلم، احنا قلنا، انا فاكره جدا بعد زياره دكتور طارق شوقي للجلسه العامه للمجلس ثم زيارته للجنه التعليم، انفراجه قريبه في ملف ال 36,000 معلم. ايه المتوقع يحصل؟ المتوقع ان على الاقل خالص ناخد فيهم قرار بان عودتهم، الناس دي اختبرت وكلفت الدوله كتير وهم دفعوا كتير، وانا بالفعل عندي عجز وعندي معاشات. هو في تفاوض، يعني اخر كلام سمعناه ان في هو بتوفير ميزانيه من الماليه او الكلام ده، او هو قال ان في انفراجه، لكن ايه الانفراجه؟ احنا نفسنا كمان ما نعرفهاش لحد دلوقتي. ما نعرفهاش وما نعرفش ايه التوقيت، وايه التوقيت اللي هيعمله. طيب هل شايف حضرتك انه المصادر الكتير والمتعدده للتعلم ممكن تشيل شويه العبء او تشيل جزء من المسؤوليه لحين انه زياده اعداد المعلمين؟ يعني قناه مدرستنا، بنك المعرفه، قناه مدرستنا رائع، مستوى التعليم فيها مذهل حلو جدا.
هل ينفع نوجه الناس انه لو انت ابنك في مدرسه عنده نقص المدرس الفلاني ما بيحضروش حاول تدخله يتفرج يعني هل انت تقييمك للمنصات الكتير اللي موجوده مفيدة. انها كافيه ولا لا؟ مفيده وممكن نقول كافيه في سن معين. لكن خلينا نكون صراحه، الطفل في مرحله معينه عمريه لو ما خدش المعلومه مباشره ما بيستفدش منها وما بتثبتش معاه. يعني انت شايف انه السن الاصغر ما تنفعش معاه؟ طبعا ما تنفعش معاه، زي ما انا قلت ان الاونلاين مش هينفع مع الاطفال الصغار. وافضل هقولها وهفضل اقولها. وبعدين انا بتكلم في بنيه تحتيه، طب انت النهارده سعادتك انا هشتغل اونلاين في كل المدارس دي. في مدارس هل الريف المصري والنجوع والكفور اللي عندنا دي واصلها البنيه التحتيه دي بالفعل؟ ما هو ده الاجابه اكيد لا، والدليل ان احنا النهارده بنلغي الامتحان الالكتروني لسنه اولى ثانوي ثانيه ثانوي، فما نقدرش نعمل ده. بس لكن انا بقول انا لا عكس، انا قناه مدرستنا قناه محترمه جدا وبرضه انا بشوفها معلومة من اعظم تحفة. ما تم انجازه طبعا. يعني وبتدي معلومه والطفل لما بيقعد قدامها على الاقل خلاص هيستفاد، بس انا بتكلم في حته ثانيه. انا قعدت اسمع درس الرياضيات بتاع سنه رابعه ابتدائي على قناه مدرستنا. ما بلاش رابعه ابتدائي المنهج صعب بس المدرسين شاطرين جدا، شرحوه حلو جدا، جداً. ويعني انا بجد بما اننا بنتكلم النهارده عن حاجات احنا شايفينها تحديات، لا خلينا نقول الحاجه الايجابيه، لا خلوا اولادكم يقعدوا قدام القناه وتابعوا المدرس المصري. المدرس المصري وانا بقولها على الملأ هو اللي علم كل الدول العربيه والخليجيه اللي موجوده في المنطقه. هو اللي خرج كل التعليم والمستوى اللي انت شايفاه في دول الخليج ده كله في السبب الاول والرئيسي في المدرس المصري اللي احنا شايفينه النهارده ان هو دروس ولا ادي المدرس المصري. المدرس المصري اديله تدريب على مستوى محترم، اديله حقه المادي اللي يستاهله، اديله الحق حقه اللي هو الادبي من التقدير ومن الاحترام، هتاخد منه الاستحاله هتشوفه دوله تانية. او بس في هنا نقطتين هكلم حضرتك فيهم، اولا ايه المدى الزمني للتدريب؟ يعني لو احنا النهارده في يناير 2022 قلنا هيحصل انفراجه زي ما حضرتك قلت وزي ما دكتور طارق قال كده قدام المجلس في موضوع 36,000 معلم وانه في ميزانيات هتصرف عشان التعيينات الجديده، هو بيعمل ترتيب مع الماليه عشان يبدا قد ايه ويبقى عندي عدد معلمين يكفي لحاجه الطلاب بعد قد ايه؟ مده زمنيه؟ طبعا صاحب التدريب وتعيين واجراءات ورقيه، يعني ما احنا برضه مش متخيل انه في سحر هيحصل. هيبقى صاحب الرد الوحيد اللي يقدر يدينا افاده فيها هو الدكتور طارق شوقي ومعاه الوزير الماليه. لا ما حضرتك برضه بتمثل الجهه الرقابيه، رقابية يعني عندك معلومه وسالت وعارف وقادر تحاسب. المعلومه اللي عندنا ان احنا عندنا في سنه جديده ان شاء الله في السنه الجديده اللي هتبدا الدراسيه الجديده لان انا متاكد الاستحاله هتعرف تحل في خلال السنه دي. هيبقى فيها انفراجه بامر الله. واقول لسعادتك على حاجه، انا كل ما بتحصل مشكله وتضيق قوي بقول فرجت. ليه؟ بقول القياده السياسيه هتبص عليها بسرعه وهتحلها بسرعه. لما استحكمت حلقاتها فرجت دايما كده. امين. لا وهو يعني انا عارفه انه رئيس مهتم جدا بملف التعليم وداعم جدا لوزاره التربيه والتعليم. ده اللي مزعلنا، انت عارفه هي ايه؟ يعني انا اسف، انا شايف ان وزاره التعليم لاول مره على مدار العصور تاخد الدعم وتاخد السبورت اللي انا شايفه ده من رئيس جمهوريه. يعني انا اسف، الدعم والقوه اللي انت واخدها كوزاره انك تشتغل تخليك تطلع بوزاره التربيه والتعليم الى اعلى مستوياتها. يعني انا شفت في العصور اللي فاتت وفي الازمنه اللي فاتت وانا راجل ابن التربيه والتعليم ما كانش عندنا لا الدعم ده ولا يعني ما كانش في اصلا اهتمام بالتعليم، ما كانش في اهتمام دلوقتي ولا الوزاره نفسها. وجهة نظر الدولة تغيرت طبعا. الرئيس السنة دي في بداية السنة لما قال احنا دولة تبنى بالعلم والتعلم فلا احنا بنقدر دلوقتي التعليم، عشان كده احنا حقيقي احنا عارفين انه زي ما برضو بنتكلم عن مشاكل زي ما في روافد تانية طبعا. للتعلم احنا ممكن نساعد، احنا بس عاوزين زي ما بنقدر التعليم نقدر المعلم. مش كده؟ طيب ده كان جزء من سؤالي لما حضرتك بتكلمنا عن المعلم. الجزء الثاني انا عندي فعلا احنا محتاجين نفهم اذا كان عدد المعلمين غير كافي، طب جبنا معلمين، عدد المدارس، كلمني عن نسبة المدارس، احنا محتاجين كم مدرسة جديدة عشان نقول هنقدر نقدم خدمة تعليمية؟ مش هنقدر نقول عدد لسبب، احنا عاوزين في كل شارع مدرسة. ويمكن ده انا قلتها برضو في احد اللقاءات، قلت يا جماعة عاوزين نكون صراحة،
مفيش تقصير من الدولة في إنشاء المدارس فيها، وشايف شايف إن أنا كمية المدارس اللي بتنشأ في الفترات الأخيرة واللي انشأت في الفترة الأخيرة كتيرة جدا، ولكن أنا عندي نمو سكاني برضو كتير جدا. يعني عارف احنا بنسابق الزمن، احنا الارقام مرعبه، احنا بنسابق الزمن، بنجري نعمل مدرسه، بيجي لي 1,200,000 طالب زياده كل سنه. عارف حضرتك احنا بنجري وهم بيجروا ورانا، هم سابقنا، ده سابقنا سابقنا السكان زياده. ما انا بتكلم احنا بنجري كسكان وهم بيجروا ورانا كتعليم. لكن انا شايف نهايه الابناء التعليميه في الفترات الاخيره بصراحه تجديد وصيانات وانشاء مدارس جديده، والرئيس مهتم بان كل حته قصه حياه كريمه، استغلال الاراضي والمركز الوطني استغلال الاراضي، ما حدش بيأخر. اول ما بنلاقي قطعه، انا واحد من الناس مجرد ما الاقي قطعه ارض في دايرتي املاك دوله فاضيه، اول حاجه بجري عليها بكتب طلب بتخصيص مدرسه. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويبدو انه في اسئله كتير النهارده بلا اجابات، لكن احنا متاكدين انه ازمه المدرسين بحسب كلام سياده النائب وبحسب وعد كمان دكتور طارق شوقي منفرج ان شاء الله مجلس النواب فيها انفراجه قريبه. بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب طارق الطويل، عضو لجنه التعليم مجلس النواب. ميرسي جدا، نورتنا تاني. بنكرر وبنقول لوزاره التربيه والتعليم نقدر جدا كل ما يحدث، لكن إذا كان في تحدي إحنا كده المصريين ده طبعنا، إحنا نعرف نيجي في وقت الأزمات، فإذا كان هناك تطوع إحنا محتاجين نعرف آلية التطوع. أنا النهاردة متبرعة أهو 3 ساعات من وقتي كل أسبوع، لو كان في طريقة أقدر أساعد فيها ممكن أدرس عربي وحساب لو ينفع. فندم وانا بتاع التربيه الرياضيه وعندي استعداد التربيه الرياضيه واعرف ادرس التربيه الرياضيه. وسياده النائب هيتبرع بساعتين تربيه رياضيه ونبتدي، خلونا نبتدي، خلونا نعرف آلية. أنا أتمنى أن أنا كمان هعمل الواجب بتاعي وهجتهد أعرف إيه هي آليات التطوع وأشارك حضراتكم إن شاء الله بيها. بشكركم، دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، بدأناها بذكر الزميل الفاضل والأستاذ الكبير وائل إدراشي رحمة الله عليه طبعا، وتسمحي لي أن أنا بجد أعز الشعب المصري كله والإعلام المصري في وفاة شخص في فترة زمنية معينة شفناه فارس محترم بيدافع عن الدولة المصرية في زمن كتير من الناس هربت منه. ده حقيقي، ده حقيقي، رحمة الله عليه. دي سيرته الحلوة اللي احنا نتمنى انها تبقى وتظل، وعايزين نقول له كده انه سؤال الناس عليك ومحبتهم ليك طوال سنة الغياب لازم تترجم في انهم يعرفوا عنك وانهم يسمعوا عنك وعن تاريخك المهني والانساني الطويل جدا. بكره ان شاء الله يكون في حلقه خاصه من برنامج التاسعه للحديث عن قامه كبيره واستاذ كبير اسمه وائل الابراشي رحمه الله والسيره ابقى من العمر. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، نشوفكم ان شاء الله على كل خير.